خلينا بقى نتابع اخبارنا دلوقتي. في موقف او يعني موضوع كده امبارح برضو كانت ناس كتير على السوشيال ميديا تحديدا تتكلم عنه، لان هي كانت لقطه اثارت الجدل شويه. في هدف جه، والهدف ده كان مش هدف معتاد. ليه؟ لان احنا بنتكلم عن لاعب مفروض ان هو يعني في الجوله السادسه من الدوري الايطالي الموضوع ده، وهو كان لاعب يا كريم بيلعب وماسك ازازه ميه واخد استراحه ثواني، يعني اخد استراحه ثواني وراح يشرب ميه، بعد كده فوجئ بالكوره ان هي جايه ناحيته، فهو يعني ما قعدش يفكر كتير او ما ترددش زي ما بيتقال ان هو يسيب الازازه ويكمل ولا يعمل ايه بالظبط. لا، هو راح ولعب الكوره اللي جت ناحيته، والصدفة كمان ان الكرة دي اللي لعبها دخلت جول، يعني احرز بيه هدف، وهدف كان رائع جدا. ده بقى الموضوع. الجدل هنا كان طب يا جماعة، هو احنا هنحسب الجول ده ولا مش هنحسب الجول ده؟ طب هل هو عادي ان لاعب يدخل يعني الملعب وهو في ايده ازازة مية ولا ده مش عادي؟ خليني اقول لحضراتكم، كان تصريح لموقع فوتبول ايطاليا هي نشرته. يعني هو قال اللاعب، قال انا كنت اعاني من تقلص عضلي، كنت متعبا جدا، لذلك لم اكن اعرف اين القي الزجاجة قيتها في يدي. يعني ده بالظبط اللي حصل، لكن خليني اقول لحضراتكم في النهايه الجول اتحسب. بس هو مثير للجدل فعلا طبعا، غريب يعني، وغير مسبوق يعني حاجه بنشوفها ان لاعب يدخل بازازه ميه. طبعا هو كان في وجهه نظر، يعني وجهه نظر الحكم ان ازازه الميه مش بتشكل اي خطوره على الفريق المنافس، بس ستيل برضو يمكن عشان الحركه دي غير مسبوقه، ما حصلتش قبل كده، فالناس وقفت مش عارفين يعني ايه ده، الجول ده صح ولا غلط، يتحسب ولا حرام يتحسب يعني.